مشاهدينا زي ما وعدناكم لسه مكملين معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في حلقة خاصة جدا جدا من يحكى أنا، وزي ما وعدناكم هنقابل كل الكتاب اللي بتحبوهم، هنقابل كل الفئات اللي بتقروا لهم. والحقيقة أنه كان في اهتمام السنة دي كبير جدا بالبوكتوبر أو المهتمين بالقراءة، ولكن من خلال الإنترنت طبعا. وعايزه اقول لحضراتكم ان احنا هيكون معانا دلوقتي الاستاذ كريم النجار، ودي بتعتبر الدوره الاولى صح اللي مزبوط. بتهتم بالبوكتوبرز. اولا مبروك على نجاحكم، ومبروك على اثباتكم لمجهوداتكم اللي عملتوها عشان تقدروا تحققوا المعادله الصعبه اللي كنا دايما بنتكلم فيها ما بين التكنولوجيا وما بين القراءه مزبوط. والكتاب المقروء اللي بنمسكه او الكتاب الورقي وما بين التكنولوجيا. حاولتوا تعملوا ده ونجحتوا في انكم تقدروا تعملوه واثبتوا نجاحكم. مبروك يا استاذ كريم، احكي لي شويه عن هذه الدوره وعن احساسك بوجودك فيها بشكل مؤثر بالنسبه للمره الاولى. هو احنا وجودنا كبوكتيوبرز كان نوعا ما موجود بقاله كذا سنه، ولكن اول مره يحصل تركيز من الاداره اللي منظمه معرض الكتاب على صناع المحتوى كصناع محتوى مهتمين بالثقافه وبالادب وبالاصدارات والاعمال الادبيه كلها سواء كانت روائيه او غير روائيه. فالمعرض السنة دي مش بس دور النشر اللي عارفانا والكتاب اللي عارفيننا هم اللي بيحتفوا بينا كصناع محتوى أو كبوكتيوبرز مهتمين بالأدب وبالكتب، لا ده المعرض نفسه كمعرض مهتم بالموضوع ومنظم ندوات كتيرة بخصوص الموضوع ده. احكي لي شوية عن أكتر الكتب أو نوعيات الكتب اللي انت حسيت إن هي نجحت في إنها تدمج ما بين الإنترنت أو قارئ الصحافة أو القراء الإلكترونيين أو الصحافة الإلكترونية أو الكتب الإلكترونية وما بين القراءة الورقية أو الكتاب الورقي. هو الموضوع ده أنا شايف إن هو ليه علاقة أكتر نوعا ما بالقارئ. الكتب كلها متوفرة في معرض الكتاب، تقصد على حسب ذوق القارئ، بس مفيش مواضيع فرضت نفسها. في مواضيع فرضت نفسها لأن بسبب ظروف الكورونا اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت، وفكرة إن ما بقاش سهل لبعض الناس إنها تتنقل كتير، بدأت بعض دور النشر تهتم شوية بإن هي تنزل أعمال أو جزء من أعمالها ورقي، وفي أعمال تانية ما بقتش تنزل غير إلكتروني. وكده كده كل الأعمال بقت توفر إلكترونيا بشكل شرعي جدا وبشكل قانوني وطبيعي وحلو وبسيط وسهل الوصول ليه، بحيث ان القارئ اللي عنده مشكله وما يقدرش يجي معرض الكتاب يبقى عنده الفرصه انه يقدر يوصل لكل الاصدارات ويقراها من هو قاعد في البيت. فدي برضو حاجه كانت حلوه جدا وكانت مهمه جدا. بتشجع الشباب دايما ان هم يقروا ايه؟ بتشجع الشباب دايما ان هم يختاروا ايه المواضيع اللي يقروا فيها؟ لو حبيت تشجع حد على القرايه دايما بتبقى ايه نصيحتك؟ دايما اول حاجه بحب ان انا انصح بيها الشباب ما تبداش بكتاب كبير، ما تبداش بكتاب ضخم علشان ما يجيلكش ريدنج بلوك او بلوك القراءه. أيوة. ابتدي دايما الاول لو انت لسه بتاخد اولى خطواتك في القراءه انك انت تبدا كتاب يكون بسيط ويكون سهل ويكون حجمه مش كبير. بعد كده ابتدي واحدة واحدة طور من نفسك في القراءة، تعمق في مواضيع مختلفة، ادخل في روايات مختلفة، ادخل بالزبط. في مواضيع غير روائية زي التاريخ، لأن احنا على فكرة بالمناسبة كقراء مصريين وكعرب بنقرا في التاريخ كتير جدا وبنحب التاريخ. دي حقيقه. فهتلاقي السنه دي حتى في معرض الكتاب في اصدارات غير روائيه كتيره تاريخيه جدا جدا جدا. هايل. سعيده بلقائك وسعيده بنجاحك، وسعيده بان انتوا السنه دي قدرتوا ان انتوا تكونوا موجودين في معرض القاهره الدولي للكتاب، واعتقد ان ده نجاح كبير جدا ليكم كبوكتيوبرز. تجربه حقيقي تستحق النجاح. وطب يمكن احنا كنا اتقابلنا في يحكى انا قبل كده، المره دي بقى بنتقابل هنا في معرض القاهره الدولي للكتاب، وبتمنى لك كل التوفيق.